السنة اللي فاتت تقريباً كانت عام مذبحة القطاع العام، قلاع الصناعة في البلد تم تصفيتها. تابعنا مع حضراتكم ماذا حدث في قلعة الحديد والصلب في حلوان، وإزاي تحولت الشركة العملاقة من شركة تدعم الاقتصاد المحلي لمجرد أرض بتتباع لأي حد معاه فلوس هنعمل عليها شوية أبراج ونعمل جراج وكافيه ومطعم ونبيعها بالتقطيع عشان ناخد من وراها كام دولار. شفنا كمان ماذا حدث في غزل ونسيج كفر الدوار، في شركة الملاحة القومية في اسكندرية، في شركة القاهرة للنقل والمواصلات، أو اللي كان بيحاولوا يعملوه مثلا في طلخة للأسمدة وعملوه في أبو قير للأسمدة، بيحاولوا النهاردة يعملوه في قلعة الجنوب في شركات الكيماويات، شركة كيما في أسوان. تحس كده أن وزير قطاع الأعمال السابق اللي هو السيد هشام توفيق كان جاي عشان يبوظ القطاع الخاص أو يبيع الأعمال أو يبيع المصانع. من القطاعات اللي بتعاني من الإهمال على مدار السنوات اللي فاتت قطاع الغزل والنسيج. ليه قطاع الغزل والنسيج بالذات؟ إحنا دولة في يوم من الأيام كان عندنا منتج مصري بيطلب بالاسم في كل حتة في العالم، كان عندنا منتج مصنوع من القطن المصري ومغزول ومتصنع في إما غزل ونسيج كفر الدوار أو غزل ونسيج المحلة الكبرى أو غزل ونسيج الإسماعيلية وبورسعيد أو بعض المصانع اللي موجودة في الجيزة أو موجودة في المنيا أو موجودة في دمنهور. قم سنة 2 3 4 القطن المصري ما عادش موجود والصناعة المحلية ما عادش موجودة، والنهاردة عبي وجيب شكاير وشول وأطنان وكونتنرات من الصين. خرج علينا النهاردة السيد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عشان يبشرنا بهذا الكلام، قال ان احنا اعدنا تطوير قطاع الغزل والنسيج من اجل تصنيع القطن المصري. هتصرف قد ايه يا سياده الدكتور؟ قال لك على الاقل 30 مليار جنيه، 30 مليار جنيه فقط من اجل اعاده تشغيل او تدوير عجله الانتاج اللي في يوم من الايام كانت شغاله، لكن بامر الحكومه، باهمال الحكومه، بفرمان من بعض المسؤولين وقفنا المصانع، المصانع صدت وباظت والمكن مش شغال محتاج تجديد. النهارده على الاقل محتاجين نحط على الترابيزه 30 مليار جنيه عشان نبدا اعاده تشغيل مصانع الغزل والنسيج. لما سمعت الرقم ده افتكرت ان كان في رقم زيه اتقال قبل كام شهر على لسان وزير قطاع الاعمال السابق من أجل أيضا تطوير الغزل والنسيج في المحلة الكبرى بتكلفة 21 مليار جنيه. وزارة قطاع الأعمال تعيد إحياء صناعة الغزل والنسيج، إنشاء أكبر مصنع في العالم بالمحلة الكبرى، تطوير منظومة زراعة القطن وإنتاج القطن وإنتاج الجينز في دمياط. النهاردة وزير أو رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كان موجود في المحلة الكبرى في نفس المصنع اللي قبل كام شهر كان موجود فيه وزير قطاع الأعمال، وكان بيتكلم عن نفس الموضوع. لكن تحس كده ان في بلدنا كل المنصب معلى، كل الفلوس اللي بتندفع ما بقت اكتر، نفس القطاع، نفس المصنع، نفس التطوير، نفس التحديث قال عنه هشام توفيق قبل فترة قريبة هندفع فيه 21 مليار، النهاردة بقدرة قادر بقوا 30 مليار جنيه، فرق 9 مليار خلال 3 4 شهور. ليه؟ على الرغم ان المشروع مجدول بقاله النهارده 3 سنين، لكن تحس كده ان الدكتور مصطفى مدبولي بيحب يقرب لاقرب رقم صحيح. في حين ان الراجل رئيس الشركه القابضه للغزل والنسيج في البلد قال لنا قبل حوالي سنه ونص من النهارده ان شركات النسيج في البلد تعرضت للاهمال وتحتاج 9 مليار جنيه. هنا بقى عايزين نقف وقفه. دينا رئيس شركه او رئيس القابضه السيد احمد مصطفى، المهندس احمد مصطفى، قال محتاجين 9 مليار عشان نرجع الشركات بتاعتنا سواء كان في المحله او في بعض محافظات الجمهوريه في بورسعيد تشتغل زي ما كانت. جه بعده وزير قطاع الاعمال وقال محتاجين 21 مليار جنيه. النهارده مصطفى مدبولي بيقول محتاجين 30 مليار جنيه. أنا المفروض أصدق مين؟ أصدق رئيس الشركة ولا وزير الوزارة المختصة بالشركة ولا رئيس الوزراء اللي موجود فيها الوزير بتاع الوزارة المختصة بالشركة؟ محتاجين 30 مليار ولا محتاجين 21 مليار ولا كفاية علينا 9 مليار
ولا احنا ما معناش اي حاجة وهنسيب الاهمال يضرب في قطاع الغزل والنسيج؟ عارف بيفكرني بايه؟ باللي حصل النهاردة من عبد الفتاح السيسي. قبل 3 شهور او قبل شهر واحد انا اسف، طلع علينا كامل الوزير وقال جددنا شبكة الطرق في البلد وصرفنا على الطرق والكباري والمحاور 1,300,000,000,000 جنيه. ده كلام مصطفى كامل الوزير اللي هو وزير النقل. طلع السيسي النهاردة وقال لك لا ده احنا صرفنا 2,000,000,000,000 جنيه، بفرق عن كلام وزير النقل حوالي 700,000,000,000 جنيه. كأن المليارات دي ورق كوتشينة، فلوس كده بنضرب الأرض نطلعها. النهاردة الفرق ما بين كلام الوزير ورئيس الوزراء بتاع يجي 9,000,000,000 جنيه، وما بين رئيس الشركة والوزير بتاع يجي 12,000,000,000 جنيه. الفلوس دي بتجيبوها منين وبتودوها فين؟ هل فعلا تم تطوير القطاع ولا تم الاهتمام بالقطاع ولا كله كلام على الورق للاستهلاك المحلي؟ شوف الكلام ده، خبير اقتصادي قال لنا ان خلال الفترة اللي فاتت فقط خلال 6 سنين من حكم السيد عبد الفتاح السيسي تم اغلاق 70% من مصانع المحلة للغزل والنسيج. تخيل لما تقفل 70% من المصانع، 70% من المصانع، يعني انت كده ده ما تقدرش تسميه اهمال، ما ينفعش تسميه مثلا عدم اهتمام، ده على طول يتسمى فساد، ده على طول يتسمى جريمة وفضيحة فساد بتحصل بقالها 7 سنين في غزل ونسيج المحلة الكبرى، قلعة صناعة الغزل والنسيج. إجمالي المصانع اللي اتقفلت لحد النهاردة حوالي 2,600 مصنع في مصر. تخيل 2,600 مصنع، يعني 2,600 طاقة من العمالة، 2,600 إنتاج، 2,600 تاريخ، 2,600 عمال كانوا فاتحين بيوت وشغالين. كل ده اتقفل خلال الكام سنة اللي فاتت. والنهاردة سيد رئيس مجلس الوزراء بيقول لك بنهتم بالصناعة. عبد الفتاح السيسي النهاردة في الإمارات بيقول عملنا اللي محدش عمله في الصناعة، في حين انك قفلت 70% من المصانع اللي في يوم من الايام كانت بتساهم في الانتاج المحلي، كانت فاتحه بيوت العمال، كانت بتوفر منتج محلي رخيص من اجل المواطن اللي مش لاقي ياكل ولا عارف يدفع، كنت بتصدر لبره وبتجيب عمله صعبه، كنت بتلم الكوادر والخبرات تستفيد منها. قفلت 2,600 مصنع وغرقت السوق النهارده بالمنتج الصيني في كل حاجه. النهارده بقى تقريبا 10 مليار دولار سنويا بيخشوا البلد منسوجات وملابس صيني ومعظمها مهرب مع الاسف، حسب بيان رسمي للاحصاء المصري. الشبكي السيد الشبكي ابراهيم الشبكي، مهندس ابراهيم الشبكي نائب رئيس مجلس اداره جمعيات الصناعات الغزليه بالمحله، قال ان السبب في انهيار قطاع الغزل والنسيج هي الحكومه. عملت ايه بقى الحكومه يا باشمهندس؟ قال لك والله الحكومه اولا لم تهتم بتطوير المصانع. الحكومه كانت بتسحب من ارصده المصانع على مدار السنوات اللي فاتت دون ضخ جديد او دون اهتمام بتطوير المكن او تجديد المواد الخام. حكومه كمان زودت بشكل غير مبرر اسعار الخدمات زي الكهرباء والميه والغاز، وكأن المصانع دي بتاعت حد تاني. حكومة كمان بتعين بعض من الناس الثقة اللي بيجيبوا أهلهم وقرايبهم وابن أخته وابن خالته، فتحولت المصانع لا سيما في المحلة الكبرى لعزبة بيحكمها سيادته ومجموعة من قرايب سعادته، بيحكمها حضرته ومجموعة من قرايب حضرته، بيحكمها جنابه وشوية من معارف وجيران وحبايب وإخوات وقرايب جنابه. فتحول النهاردة الصناعة بعد ما كانت بتصدر كافة السوق المحلي، النهاردة المصانع شغالة بأقل من 30% من الطاقة بتاعتها. فلما تسمع هذا الكلام أول حاجة تيجي في دماغك على طول ما حدث في حلوان، اللي حصل في حلوان من تخريب متعمد لمصنع الحديد والصلب. الأول قال لك نقلل 30% من طاقة المصنع، فبقى المصنع شغال 60%. شويه قال لك لا خلينا نقلل كمان 30%، فبقى المصنع شغال 30%. لما المصنع اشتغل 30% بدات الديون بتاعته تزيد، بدا العمال يقبضوا وما بيشتغلوش،
بدأت الأرصدة اللي موجودة في البنوك تنتهي، بدأت الخامات اللي موجودة في المخازن تخلص، فبدأ المصنع بعد ما كان بيحقق مكسب سنويا طلع المصنع هو مديون مش عارف بكام، ب900 مليون أو ب900 مليار مش فاكر الرقم بالظبط. ده حصل في غزل ونسيج، في حديد وصلب حلوان، حصل كمان في غزل ونسيج كفر الدوار، حصل كمان في اسكندرية للملاحة والنقل البحري، حصل كمان أو بيحصل النهاردة في شركة طلخة للأسمدة، بيحصل في كيمة للصناعات الكيماوية في أسوان، بيحصل في ألومنيوم نجا حمادي، وبيحصل النهاردة أو حصل على مدار ال7 سنين في غزل ونسيج المحلة الكبرى. السؤال اللي يجي على طول في دماغك، شبح الحديد يفرض نفسه على صناعة الغزل والنسيج في مصر، والصناعة إلى أين؟ قبل فترة، قبل كام شهر كده، عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الاقتصادي اللي ما شفناش منه لا أبيض ولا أسود طلع قالك أطلقنا مبادرة ابدأ. طب أنا ليه أبدأ من دلوقتي؟ ما أنا عندي صناعة قومية في الغزل والنسيج بادية بقالها أكتر من 100 سنة، عندي صناعة قومية في الحديد والصلب بادية بقالها أكتر من 70 سنة، عندي صناعة في النقل، عندي صناعة كيماويات، عندي صناعة خضروات، عندي كل حاجة بادية، أنت ليه مصر تبدأ تاني من الصفر؟ ليه مصر تبوظ اللي شغال عشان تعمل تاني من الأول وعشان الناس تقول عملت؟ مصيبة إنك بتعمل غلط وبتعمل بالدين والسلف وبتجيب حاجات بتحطها في مكانها أو في غير مكانها، فبقينا النهاردة مديونين لطوب الأرض. بقى عندنا الشركات اللي كانت شغالة قفلت والمصيبة بروح أعمل شركات تانية. عندنا المناطق الصناعية النهاردة خربانة مش شغالة وبروح أسيبها وأعمل مناطق صناعية تانية. عندنا مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى خربانة وبيضانة بسيبها وأروح أعمل مصنع جديد جنبها. اسمع كده رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج واللي بيقول إن الصناعة في البلد أهملت بفعل فاعل والحكومة لديها مخطط لتدمير صناعة الغزل وزراعة القطن. نتابع هذا الفيديو. معايا الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج. أستاذ عبد الفتاح أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا سيدي، أهلا وسهلا يا فندم. بشكل عام يا فندم أنا عارف إيه أهم المشاكل اللي بتواجه تلك الصناعة اللي كانت حاجة غير عادية، يعني كنا متميزين فيها سواء قط زراعة أو غزلا أو تصنيعا أو تصديرا، إحنا وصلنا للمرحلة دي ليه؟ أستاذ سيد، صناعة الغزل والنسيج أهملت بفعل فاعل، وكان المقصود هو تدمير وإخراج مصر من صناعة الغزل والنسيج مثلما خرجت دول عديدة في الوطن العربي. أنت بتقول لي كلام في منتهى الخطورة يا فندم، تدمير صناعة الغزل والنسيج. أنا بقوله مع حضرتك في برنامجك المحترم، وأنا قلته في عدة برامج كثيرة سواء كان في برامج التوك شو أو في برامج إخبارية. الكلام ده في منتهى الخطورة. إن صناعة الغزل والنسيج في البلد تم تدميرها بفعل فاعل، طب لمصلحة مين؟ مين اللي عايز النهاردة المصانع الضخمة دي تقفل؟ مين اللي عايز النهاردة مئات الآلاف من العمال والصنايعية يقعدوا في بيتهم؟ مين عايز النهاردة مليارات من العملة الصعبة اللي كانت بتيجي من بره نروح نجيبها بالسلف والدين؟ محتاجين حد يحقق. ليه تم إهمال صناعة الغزل والنسيج؟ ليه تم تخريب صناعة الغزل والنسيج؟ هو حد يقول لك العمال السبب؟ أبداً، العمال كانوا رافضين لحد آخر لحظة، منهم عمال كفر الدوار واللي فضلوا يعتصموا على مدار 3 سنين 2017 لحد 2020 يعتصموا يوميا بعيالهم بزوجاتهم بأمهاتهم ويروحوا يناموا ويباتوا قدام المصنع اعتراضا على قفل المصنع، لكن الحكومة بالنهاية داست على عمال كفر الدوار والنهاردة بتهد المصنع وأرض كفر الدوار اللي موجودة على الزراعي ما بين اسكندرية ودمنهور، حتة بومبوناية كده بتتباع النهاردة بالمتر عشان تتعمل أبراج ضخمة، تتعمل جراشات كبيرة وتتعمل نوادي وفنادق وأكل وشرب وكافيهات على حساب الصناعة المحلية. شوف كده العمال اللي كانوا قاعدين بيقولوا مش ماشيين مش مروحين، وبالنهاية تهد المصنع وتهد وراحت معاه ذكرياتهم. متابع. موسيقى
وده كان هتاف عمال كفر الدوار بالطول بالعرض مش هنسيب الارض، لانهم اكتشفوا ان بلدهم الوزاره المعنيه بتطوير المصنع طمعانه في ارض المصنع، وده فعلا اللي حصل. انتصرت وزاره قطاع الاعمال على عمال غزل ونسيج كفر الدوار، قعدوهم في بيوتهم وخدوا الارض باعوها النهارده لبعض المستثمرين، حتى عمال المحله للنهارده سياده رئيس مجلس الوزراء ما سمعش حتى المطالبهم، ما وقفش سألهم ايه مشاكلكم، ما وقفش قال لهم شايفين الغلط فين، الفساد فين. عمال غزل ونسيج المحلة تاريخ الصناعة شافوه بيحترق قدامهم، وكالعادة الفاعل إهمال. فاعل بقى إهمال، الفاعل فساد، الفاعل فضيحة إهدار مال العام، الفاعل إن الحكومة طمعانة في أرض المصنع. الحكومة بالنهاية بتبص تحت رجليها زي اللي مديون، زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، الحكومة بتاعتنا عاملة زي واحد مديون وخسر فلوسه في محل القمار، فعمال يبيع في عفش بيته، يبيع في هدومه، يبيع في هدوم مراته، عرض عياله للبيع. ده اللي بتعمله الحكومة النهاردة، بيبص تحت رجليه، مش عارف انه النهاردة لما يبيع أرض مصنع غزل ونسيج كفر الدوار، ويبيع أرض مصنع أو يبيع مصنع أبو قير للأسمدة، ويبيع مصنع طلخة، ويبوظ مصنع نجا حمادي، بكرة غصب عنه هيستورد. لا، هو النهاردة يبيع شوية من أبو قير للأسمدة عشان يجيله كام دولار، طب ما أنت هتشتريها بكرة. يبيع غزل ونسيج المحلة، غزل ونسيج كفر الدوار عشان يبيع الأرض، طب ما أنت هتستورد بعد كده غزل ونسيج. لا، مش موجود الكلام ده. إهمال، فساد، فضايح. ضيف عليهم هذا السبب اللي بوجهة نظري هو أهم أسباب فشل صناعة الغزل والنسيج في البلد. عبد الغني الأباصيري النائب السابق لرئيس جمعية مستثمري 15 مايو قال إن إهمال الدولة للفلاح سبب انهيار صناعة الغزل والنسيج، اللي هو إيه؟ فساد وإهمال مع سب الإصرار والترصد. البداية كانت عند إهمال القطن، وبعد كده إهمال المصنع، وبعد كده إهمال العامل وإهمال الصناعة. فالنهاردة عندنا الصناعة بح بخ، 70% من صناعة الغزل والنسيج في البلد في الباي باي بسبب فساد الحكومة. 2600 مصنع قفلوا خلال 7 سنين أيضا بسبب فساد الحكومة. مصانع اتباعت، ومصانع اتخربت، ومصانع اتحولت أو اتباعت وراحت في 60 داهية. ده لأن الحكومة بتاعتنا مش مهتمة أصلا، وشايفة أن صناعة الغزل والنسيج مش من أولوياتها. أولوياتها صناعة السينما مثلا، نعمل شركة ضخمة جدا تصنع سينما وأفلام ومسلسلات ومسرحيات، ونعلن عن أفلام سوبر هيرو وأفلام مش عارف مين. أولويتها صناعة المكرونة والسكر، ويا ريتنا نافعين، ده احنا فاشلين وبنستورد من طوب الأرض وبسكويت والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. أولويتها صناعة الطرق والكباري اللي بتبوش بعد كل شوية مطرة. لكن الصناعات الضخمة الاستراتيجية، صناعات القومية، سكر، حديد وصلب، كيماويات، أسمدة، غزل ونسيج، لا الكلام ده مش مهم. دوس يا ابني على الكلام ده وجيب لنا دولارات نصرفها ونعمل بيها مشاريع نضحك بيها على الغلابة.